الرياضيات راح نبداو في القسم تبع طيب عمليه القسمه حقيقه عمليه القسمه كلمنا يا مفضل قلنا القسمه هي تجزيء عدد كلي قلنا كيقول لي عدد كلي ما عدد كبير راح يعطيك عدد كبير جزءه الى اجزاء او اقسام متساويه في عمليه القسمه نشترط عمليه التساوي نقسم عدد كلي الى اجزاء متساويه عمليه القسمه كيفاش نديرها لاحظ العدد الكلي الكبير اللي يعطيهولي نكتبوه هنا هذا هو العدد الكلي اللي يسموه في الرياضيات هنا اللي تكتب هنا نسموه المقسوم هذا الكل اللي نكتبوه هنا يسموه المقسوم طيب اللي نكتبوه هنا لا اللي قسمنا عليه نسموه المقسوم عليه تمام يسموه كذلك في الرياضيات القاسم لما يقول لك القاسم معناه يقصد لك المقسوم عليه القاسم طيب اللي نسيبوها هنا النتيجة هذه اللي نسيبوها هنا نسموها حاصل القسمة واللي نسموها النتيجة النتيجة حاصل القسمة ولا النتيجة طيب العدد اللي يبقى لي هنا في الأخير سموه الباقي معناه باقي القسمة باقي إذا أركان ولا عناصر عملية القسمة هذو نسموهم أركان أركان وعناصر عملية القسمة عملية القسمة عناصر وأركان عملية القسمة أولا المقسوم مقسوم شيء مقسوم عليه هذا هو الأول ثانيا المقسوم عليه جيد قلنا يسموه القاسم يسموه كذلك في الرياضيات القاسم ثالثا حاصل النتيجة جيد الحمد لله يا رحمك الله آمين إذا لا مكونات عملية القسمة ولا أركان ولا عناصر القسمة أربعة عندنا المقسوم عندنا المقسوم عليه اللي يسموه كذلك القاسم عندنا حاصل القسمه اللي هي النتيجه وعندنا باقي القسمه يسموه الباقي هذه مكونات وعناصر عمليه القسم الان في عمليه القسمه شرط مهم تبع اجمعي باش ندير عمليه القسمه شرط مهم يشترط في عمليه القسمه اول شرط شرط مهم يشترط في عملية القسمة أن يكون المقسوم أكبر من المقسوم عليه هذه أول قاعدة أول قاعدة في عملية القسمة باش نقدر ندير عملية القسمة طيب بالنسبة لكم ثم كتلاميذ السنة الخامسة باش نقدر ندير عملية القسمة لابد أن يكون المقسوم أكبر من المقسوم لا لابد أن يكون العدد اللي نديره هنا
يكون كبير عليها. مثلا 15 تقسيم 5. لاحظ هذه نقدروا نديروا عملية القسمة، على لأن المقسوم هذا كبير على المقسوم عليه، فهمنا؟ طيب مثلا وكان يدير لي يقول لي قسم العدد 29 على مثلا 53. طيب بالنسبة لكم انتم كتلاميذ الابتدائي هذه العملية ما نقدروش نديروها، هذه عملية القسمة لا أستطيع إجراءها. لماذا؟ لأن المقسوم راه أصغر من المقسوم عليه. كيفاش نقسم 29 قال مثلا على 53 تلميذ؟ ما نقدرش، راه المقسوم عليه أكبر من المقسوم. إذا هنا ما نقدرش ندير عملية القسمة لأن المقسوم عليه راه كبير. راه المقسوم هذا راه صغير على المقسوم عليه، إذا لا أستطيع إجراء عملية القسمة. فهمنا؟ إذا أول شرط حتى أجري عملية القسمة لابد أن يكون المقسوم هذا يجي منها يكون أكبر من المقسوم عليه. فهمنا؟ هذا أول شرط. طيب الآن عملية القسمة هي عبارة عن ماذا؟ طيب لاحظ لما يكتب لي مثلا 26 تقسيم مثلا 5، طيب راح نقسم المقسوم هذا، راح نقسم المقسوم الى اجزاء متساويه، معناه المقسوم هذا شحال فيه من مقسوم عليه؟ معناه 26 شحال فيها من مره؟ 5 5 5 شحال فيها من مره؟ هذه هي عمليه القسمه. تبع شنو راح ندير؟ راح نجزء وراح نقسم المقسوم الى اجزاء متساويه، هذه هي عمليه القسمه. عمليه القسمه هي تجزيء وتقسيم المقسوم الى اجزاء متساويه. نكتبوها عمليه القسمه، عمليه القسمه هي تقسيم وتجزئة. لاحظ هي تقسيم وتجزئة ماذا؟ المقسوم، المقسوم هذا بين قوسين اللي هو عدد كلي كبير. رانا قلنا قبل ما نديرو الدرس قلنا من قبل باللي العدد الكلي هو اللي يقول لك جزء، إذا لازم يكون كبير على هذا. عملية القسمة هي تقسيم وتجزئة المقسوم بين قوسين العدد الكلي إلى أجزاء متساوية. شفوا عليها مليح، في عملية القسمة تشترط كلمة متساوية إلى أجزاء معناه هذا 26 شحال فيها من مرة؟ 5 5 5 5. نكبر العدد الآن، أنا شغل الآن ماشي نديرو في تمرين، نكبر العدد. لاحظ أعطالك 352 قسمة مثلا 15، شنو راح ندير؟ راح نجزأ العدد 352 اللي هو المقسوم اللي هو الكلي، راح نجزء الى اجزاء متساويه فيها 15 15 15 15، راح نقسمه الى رزم ولا مجموعات ولا اجزاء فيها 15 15 15، شحال من مره؟ هذا بعد ما راح نسيبه هنا، بمعنى 352 شحال فيها من مره؟ 15 15 15 15 الى غايه توصل 352. هذا هو المعنى الاول تاع القسمه. طيب بمعنى اخر الان نشرحوها بمعنى اخر. عمليه القسمه، عمليه القسمه هذه لما نقسم 352 على 15 راح نبحث على عدد كيلو نضربه في 15 نصيب 352. هذه عمليه القسمه.
هي عكس الضرب. راح ابحث على عدد اضربه في المقسوم عليه، اجد المقسوم ولا اجد عدد قريب من المقسوم. معنى نحوس على عدد، هنا نضربه في 15 نصيف 352 ولا نصيف 351 ولا 350 يكون قريب من المقسوم. هذه عمل القسم. فهمنا؟ ما هو العدد الذي اضربه في المقسوم عليه بحيث اتحصل على المقسوم؟ فهمنا؟ طيب الان مراحل عمليه القسمه، مراحل تبدا، مراحل عمليه القسمه. عندي مثلا لاحظ مثلا 263 راح نقسمها مثلا على 12. اذا 263 هي المقسوم و12 هي المقسوم عليه. هل يصح اجراء هذه العمليه؟ نعم يصح، لان المقسوم راه كبير على المقسوم عليه. طيب الان شنو راح ندير؟ راح نقسم ونجزء المقسوم اللي هو 263 الجزء الى اجزاء متساويه فيها 12 12 12 12. معناه راح نبحث على عدد اضربه في 12 اتحصل على 263 او عدد قريب من 263. طيب شوف كيفاش ندير عمليه القسمه. طيب في عمليه القسمه المفروض ندي رقم واحد نديه اثنان، نبدا برا اثنان تقسيم 12 ما نقدرش لانه اثنان صغيرة على 12. اذا ما دام هنا رقمين ندي رقمين اللي 26. 26 تقسيم 12، ما هو العدد الذي اضربه في 12 يعطيني 26 ولا يعطيني 25 24؟ طيب انا نعرف لي اثنان، لاحظ اثنان في 12 يا 24. طيب وكان واحد يقول لي نديروا ثلاثة، ثلاثة في 12 36 كبيرة. احنا راني نحول 26 ولا اقل من 26 اذا تجي اثنان. اذا اول خطوه من عمل من مراحل ولا خطوات القسمه اللي هي نقسم هذا المقسوم على المقسوم عليه، اول خطوه قسمه. طيب ثاني قسم، ثاني مرحله ولا ثاني جزء اللي هي الضرب. كي نكتب العدد راني سطر العدد انا ضربه ضرب اثنان في 12 يساوي 24 ونكتبها تحت العدد اللي نديه. إذا أولا القسمة ثم الضرب، نضرب النتيجة اللي ضربتها في هذا. ثالثا الآن الطرح، نطرح 26 ضرب 24، 6 ناقص 4 2 ناقص 2. بعد الطرح مباشرة تجي المرحلة الرابعة اللي هي الإنزال، نزل الرقم الموالي نزل بعد الإنزال نعاود المراحل الأخرى من جديد. قسمة ضرب طرح إنزال، نعاود نقسم 23 على 12. طيب 23 على 12 هذا يبدا قبل 2 في 12 24، ولا الآن عندي 23 إذا 2 ما تجيش شنو تجي؟ واحد. إذا يجي لي واحد، راني قسمت قسمة درتها مو القسمة شنو يجي؟ الضرب واحد في 12 نكتبها 12 هنا. بعد الضرب شنو يجي؟ واحد. الطرح ثلاثة ناقص اثنان واحد، اثنان ناقص واحد واحد. طيب الآن قلنا مور الطرح ندير نعاود المراحل كامل من جديد. الآن نقسم 11 على 12، هل نقدر نقسم 11 على 12؟ لا، لأنه 11 صغيرة على 12. إذا 11 والباقي تبعنا. إذا المراحل، مراحل عملية القسمة، عندك قسمة ثم ضرب ثم طرح ثم إنزال. قسمة ضرب طرح إنزال، نزلت الثلاثة درت الإنزال، نعاودوا المراحل من جديد. قسمة ضرب طرح خلاصوا للآخر ما كانش إنزال. فهمنا؟ طيب شرط مهم في الباقي حتى نقول على عدد أنه باقي لابد أن يكون أصغر من المقسوم عليه. وكان قالت لي هنا 12، نقدر نقسم 12 على 12 تعطيني واحد.
إذا شرط في الباقي باش نسميه باقي لابد أن يكون أصغر ثم إذا مراحل عملية القسمة تبع مراحل عملية القسمة عندنا أولا قسمة ثانيا ضرب أو ضرب القسمة ثالثا ماذا ثالثا؟ ضرب أخيرا رابعا الإنزال ونزيد الرقم الأول إذا قسمة ضرب طرح إنزال قسمة ومبارك ضرب طرح إنزال طيب وضربنا شرط مهم قلنا الباقي لابد أن يكون أصغر من المقسوم عليه الباقي لابد أن يكون أصغر من المقسوم خلاص قال لي شيء مهم الان تخيلوا اني توسوست ودرت في بالي بلي هذه عمليه القسمه ماهيش صحيحه عندي طريقه تبع عندي طريقه اتاكد بها بلي عمليه القسمه صحيحه لا تصح طيب للتاكد تبع للتاكد تبع للتاكد من صحه عملية القسمة ماذا أفعل؟ لاحظ تبع قاعدة شكوى إذا أكل من ساعة عملية القسمة ماذا أفعل؟ لاحظ حاصل القسمة هذا يصب حاصل القسمة أضربه في المقسوم عليه وأضيف له الباقي حاصل القسمة في المقسوم عليه زائد الباقي شو تصير؟ تصير المقسوم تصير المقسوم إذا حاصل القسمة حاصل القسمة في المقسوم عليه زائد الباقي ماذا يساوي؟ يساوي المقسوم طيب للتأكد من صحة عملية القسمة حاصل القسمة في المقسوم عليه زائد الباقي وسيدنا طيب حبينا نتأكدوا من هذه صحيحة ولا مش صحيحة 21 في 12 زائد 11 نصيبوا هذه إذا صبناها أنا عملت القسمة صحيحة ما صبناهاش عملت القسمة خاطئة 21 في 2 في 1 اثنان في اثنان أربعة أربعة صفر واحد في واحد واحد في اثنان اثنان خمسة 205 زائد الباقي اثنان زائد واحد خمسة زائد واحد ستة اثنان زائد داشك اثنان صحيح اثنان صحيح اثنان صحيح إذا عملية القسمة صحيحة فهمنا؟ دائما كيدير عملية القسمة نتأكد بلي درتها صحيح باش نتأكد حاصل القسمة في المقسوم عليه زائد الباقي. طيب يبقى لي الباقي صفر ما نزيدوش ندير غير حاصل القسمة في المقسوم عليه نصيب المقسوم. فهمنا؟ أكدوها بسرعة. أعداد. نديروا أعداد كبيرة. لاحظ مثلا تبع 45,623 راح نقسموها مثلا على 30 لاحظ على 30 تبع إذن هنا المقسوم وراء هذا هو المقسوم 45,623 المقسوم عليه 3 إذن هذه العملية يصح إجراؤها لماذا؟ لأن المقسوم راه كبير على المقسوم عليه راه كبير عليه إذن نقدر نديره كي نصيب هذا
كبير على هذا نقدر نديرها، ولا هذا نسموه العدد الكلي. طيب كيفاش نبدا عمليه القسمه؟ نبدا غير بالرقم، فهمنا؟ نبدا بالاربعه هي الاولى، نبدا بالرقم. اربعه تقسيم ثلاثه، اربعه تقسيم ثلاثه ما نقدرش لانه اربعه صغيره عن ثلاثين. اذا شنو نزيد؟ نضيف لها رقمين، ندي خمسه واربعه مباشره. دوكا نقدر لانه 45 كبير على ثلاثه. الان ما هو العدد الذي اضربه في 30 يعطيني 45 ولا يعطيني 44 43 42 40؟ المهم قريبة ل 45. طيب لو كان ندير اثنان، 2 في 30 60، 60 كبيرة راهي في 45، إذا يجي غير واحد. مرحلة الأولى تاع مراحل القسمة، راني كتبت العدد، قسمة. المرحلة الثانية الضرب، واحد في 30، نكتب 30 تحت العدد اللي ديته، ما نكتبش 30 هنا ولا هنا ولا هنا، نكتبها تحت العدد اللي ديته، ديت 45، نكتبها تحت 45. إذا قسمة ثم ضرب ثم طرح، 5 ناقص 5، 4 ناقص 3، مرضع شي يجي؟ الإنزال، مباشرة مرضع الإنزال، تنزيل الستة. 106. بعد ما نزل تبعها، حط الكاميرا شو تبعها. بعد ما نزل مباشرة نعاود نقسم هذا العدد على 30. 156 تقسيم 3، نعاود المراحل من جديد. قسمة، ضرب، طرح، إنزال. 156 تقسيم 3، ما هو العدد اللي نضربه في 3 في 30 يعطيني 156؟ لاحظ لو كان ندير 6، 6 في 30 180 كبيرة، إذا شنو تجي؟ تجي غير 5. راني شفت العدد، أول مرحلة القسمة، ثانيا الضرب، 5 في 30 105. إذا قسمة، ضرب، الآن طرح، 6 ناقص 6، 6، 5 ناقص 5، 0، 1 ناقص 1، راني طرح، مرضع شي يجي؟ إنزال. إنزال الرقم الموالي اللي هو الزوج. بعد الإنزال عاود نقسم العدد الجديد على المقسوم عليه، 62 تقسيم 3، ما هو العدد اللي نضربه في 30 يعطيني 62 ولا 61 ولا 60؟ كاين 60 اللي هي 2. أنا قسمت أول مرحلة القسمة، ثاني مرحلة الضرب، 2 في 30 60، نقسمها نكتبها تحت العدد اللي نديته، أنا قسمت فيها إذا نكتبها تحت 60 هنا. إذا قسمة ضرب الآن طرح، 2 ناقص 7، 2 6 ناقص 6، مرضع شي يجي؟ الإنزال، ننزل الثلاثة، مازال الأرقام ما خلصوش. الآن نعاود نقسم هذا على المقسوم عليه، هل أستطيع أن نقسم 23 على 30؟ لا. علاه؟ لأنه 23 صغيرة على 30. إذا هذا نسميه الباقي. إذا الباقي في عملية القسمة هذه هو 23. وحنا رانا درنا قاعدة. قلنا باش نسميه باقي لابد أن يكون أصغر من المقسوم عليه. و 23 صغيرة على 3. إذا هذا هو الباقي. إذا في عملية القسمة هذه اللي درناها حاصل القسمة هو 152. المقسوم عليه 30. المقسوم 45623. باقي القسمة 23. هذه كي نشوفها مع الأول تجيني صعيبة، وكيفاش نقسم 45000؟ هي عادي تبدا غير مرحلة مرحلة، رقم بعد، ادينا الرابعة، وبعد ادينا 45، وبعد زدنا الستة، وبعد نزلنا الاثنان، وبعد الثلاثة، حتى قسمنا العدد. تبع 3112 نقسموها مثلا على 15، تبع. نحن نضرب قاعدة مهمة الآن. تبع. هذه العملية نقدروا نديروها لأن المقسوم راه أصغر ولا أكبر من المقسوم عليه. المقسوم أكبر من المقسوم عليه. إذا نقدر نديرها. ركز معايا الآن. صح. راح نبحث على عدد أضربه في 15 فتح
تحصل على 3100 او 12 متعدد تقريبا. فهمنا؟ تبع ركز. قلنا الاصل نبدا غير بالرقم، نبدا بالرقم ثلاثة. ثلاثة تقسيم 15 قلنا لا استطيع، لأن ثلاثة أصغر من 15. إذا ندي رقمين. إذا ندي 31 تقسيم 15 باينة. اثنان. علاه؟ لأنه 2 في 15 30. لو كان ندير ثلاثة، ثلاثة في 15 45. إذا ما تجي غير اثنان. المرحلة الأولى القسمة راني درتها. المرحلة الثانية الضرب. اثنان في 15 ثلاثة. قسمة ثم ضرب ثم طرح. الآن الطرح. واحد ناقص واحد، ثلاثة ناقص ثلاثة، أنا طرح. مور الطرح شو يجي؟ إنزال. إنزال. ركز هنا، وهنا شيء واحد. هنا شيء واحد. ركز. راني نزلت الواحد، نزلته. الآن راح نقسم 11. لا أصعب. لا. تبع تبع. راني نزلت الواحد بصح ما قدرتش نقسم 11 على 15. شدي نزيد ننزل اثنين بصح في شرط. هذه القاعده الحين اللي تقول لا انزل رقم مرتين الا بعد ان اضع صفر في النتيجه. كي نزلت تبع كي نزلت الرقم الواحد وما قدرتش نقسم اضع صفر في النتيجه وانزل الرقم الموالي. هذه القاعده لا أنزل مرتين. هذه مهمة اللي غلطوا بزاف فيها بزاف تاعي. ركز. في مرحلة الإنزال ولا في عملية القسمة. في عملية القسمة في مرحلة الإنزال. في مرحلة الإنزال. شنو القاعدة؟ لا أنزل مرتين إلا بعد أن أضع صفر في النتيجة. لا أنزل مرتين إلا بعد وضع صفر في النتيجة. قاعدة مهمة جدا. احنا نزلنا الواحد المرحلة الأولى عاد ما قدرناش نزيدو نقسمو، ما ننزلش الإثنان إلا بعد وضع صفر في النتيجة. الآن تقول لي 112 تقسيم 17 اللي هي 7. اللهم 7. نضرب الآن 7 في 5 35، 7 في 1 37، 10. الآن طرح. 2 ناقص 5 لا أستطيع أستلم 10، 12 ناقص 5 7، رجع الواحد، 1 ناقص 1 صفر، 1 ناقص 1 صفر، إذا الباقي شحال؟ 9. إذا هنا قاعدة مهمة، لا أنزل مرتين إلا بعد وضع صفر في النتيجة. طيب نتأكدوا من هذه الشهور تخرج لنا 207 فنضربها. 5 في 7 35، 5 في 0 3، 5 في 2 10، 4 0. طيب 1 في 7 7، 1 في 2 5، 7 و3 10، 1 زائد 0 3. شنو نزيدو لها؟ 7 سبعة والخمسة؟ 12. واحد. واحد. هنا شو معناها؟ معناها هذا 207 في 15 زائد 7 تحصلنا على هذه مباشرة. هنا ما كاش الفاصلة بزاف. ما كاش الفاصلة. فهمنا؟ ما كاش الفاصلة. المهم جيتوا فهموا، جيتوا ركزوا. ركزوا على قاعدة مهمة. لا أنزل رقم مرتين إلا بعد أن أضع صفر. لاحظ واحد ينزل الواحد هنا وما طاش ينزل اثنين مباشرة ثم يدير صفر. معناها راح يزيد النتيجة 27.
ويا خطأ. 207 مش 27. فهمنا؟ نعم. إذن هذه قاعدة مهمة جدا. شفاء ولا كتبوها